السلام عليكم. المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم عن الـ Chilled Water System اللي هي أنظمة المياه المثلجة. أنا عندي الـ HVAC System بيتكون من نوعين اتنين، الـ DX System والـ Chilled Water System. في نظام الـ DX System بيتم تبريد الهواء عن طريق فريون مباشرة، أما في نظام الـ Chilled Water System بيتم تبريد الهواء اللي موجود بالغرفة عن طريق مياه مبردة في التشيلر اللي عندي، والمية ديت اللي بيبردها برضو عن طريق فريون. نظام الدي اكس سيستم ده بيستخدم في الأماكن اللي ليها حمل حراري صغير، بحيث إن النظام ده بيبقى سعة التبريدية بتاعته تكون محدودة، إنما التشيلد ووتر سيستم بيستخدم في الأماكن اللي ليها حمل حراري كبير والسعة التبريدية بتبقى غير محدودة. نظام الدي اكس سيستم تكاليف التركيب والتشغيل بتاعته بتكون صغيرة مقارنة مع تكاليف التركيب والتشغيل مع نظام التشيلد ووتر. نظام التشيلد ووتر سيستم هو ان العمر الافتراضي ليه كبير، ممكن يصل لتلاتين سنة، اما النظام الدي اكس سيستم بيبقى بتحتاج ان انت تغيره بعد فترة صغيرة. الرننج كوست نظام التشيلد ووتر منخفضة، بحيث ان النظام موفر للطاقة بالمقارنة مع نظام الدي اكس سيستم، واللي بيحتوي على اكتر من كومبروسر وغير موفر للطاقة. الشكل الجمالي للمبنى افضل في حالة نظام التشيلد ووتر بالمقارنة مع نظام الدي اكس سيستم، بحيث ان احنا في الدي اكس سيستم بنستخدم وحدات خارجية بتشوه الشكل الجمالي للمبنى. نظام الدي اكس سيستم سهل عند اجراء الصيانة له، واما نظام التشيلد ووتر بيكون الصيانة بتاعته معقدة وبيحتاج الى مختصين. لو احنا جينا شفنا التشيلر ده بيشتغل ازاي، لو احنا قلنا ان دي الزون، المكان اللي عندي اللي بيحصل فيه التبريد، وده التشيلر اللي عندي، وده الامبيانت اللي هو الهواء الجوي اللي عندي اللي بره اللي موجود عادي. في المنطقة اللي عندي انا بركب كولينج كويل اللي هو عبارة عن فان كويل يونت، او بركب اللي هي ما بيسمى اير هاندلنج يونت. طيب انا دلوقتي عندي اللود موجود، الحمل الحراري اللي موجود في الهواء، وهو عبارة عن ايه؟ وهو عبارة عن هواء. الهواء ده بيبدأ يدخل الفان كويل يونت، المية طبعا ماشية في المواسير جوه، الهواء الساخن بيدخل على المية المبردة ديت يبرد، فيخرج من هنا يدخل في قلب المكان، يبقى عندي حصل تبريد للمكان. طيب تعالى للتشيلر. التشيلر ده المياه الباردة فيه، المياه الباردة اللي ماشية في المواسير هنا ديت، ايه اللي بيبرد المياه ديت؟ عبارة عن دورة تبريد عادية. دورة تبريد يعني عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايفابوريتور، عبارة عن كوندنسر، عبارة عن كومبروسور، والمفروض فيه كمان اكسبانشن فالف. تعالى نمشي مع الدورة واحدة واحدة. انا الكمبروسر هيبدأ يضغط عندي الفريون. الفريون ده زي ما احنا عارفين قد يكون من نوع 134A22R22 ايا كان النوع بتاعه. الفريون هيدخل، الكمبروسر هيضغطه، هيدخل عندي في الكوندنسر، هيحصل له ايه؟ هيمشي في قلب المواسير يبرد، يخرج من الكوندنسر، المفروض يدخل هنا على اكسبانشن فالف، وبعد الاكسبانشن فالف يدخل في قلب الايفابوريتور. انا عندي الفريون هيدخل هنا في الايفابوريتور، والمية ماشية عندي جوه هنا كده، الفريون هيعدي على المية السخنة، هيبقى يحصل ايه؟ المية هتبرد، فالمية هتبرد هتبدأ تخرج وتدخل للفانكو يونت مبردة، بتبقى حوالي 7 أو 6 درجات سيليزية، وتبدأ تخرج من الفان كويل يونت بعد ما بردت الهواء، فهي بردت الهواء فقدت الحرارة بتاعتها فسخنت، وبتخرج عند درجة حرارة 12 درجة سيليزية او بتبقى 14 درجة سيليزية. بالنسبة للكوندنسر بقى، الفريون بعد ما انضغط ودخل في الكمبروسر عندي، احنا قلنا الفريون بيبرد في قلب الكوندنسر، بيبرد بقى عن طريق ايه؟ عن طريق بيبقى عندي كولينج تاور. كولينج تاور ده بيبدأ يدخل لي مية، المية دي بتبقى باردة، تبدأ تبرد الفريون اللي عندي، تبدأ تدخل للتاور تاني عشان يحصل لها تبريد، او ممكن الفريون اللي هنا يبرد عن طريق الهواء الجوي العادي، فيبدأ يمرر عليه الهواء فيحصل الفريون ان هو يبرد، بعد كده يخش على الاكسبانشن فالف،
بعد كده في الايفابوريتور هيمر على المية اللي موجودة، فالمية هتبرد، تبدأ تدخل للزون، تبرد الهواء اللي موجود في المكان اللي انا عاوز ابرده، بعد كده تبدأ تخرج وترجع تدخل تاني الايفابوريتور، وهكذا. ديت الدورة بتاعتنا. ده شكل برضو يوضح اللي احنا الكلام اللي احنا بنقوله. لو احنا قلنا ان ادي هنا كده المية هنا بتبرد من خلال الايفابوريتور، وادي الكمبروسر اللي عندي اللي بيضخ على ناحية الكوندنسر، هنا بيبرد من طريق الهواء، بعد كده بيدخل على الاكسبانشن فالف، بعد كده يخش في الايفابوريتور فيبرد المية، وبعد كده المية تبدأ تدخل عندي للفان كويل يونت اللي موجود عندي اللي هتبرد في المكان. المية تدخل في خلال الكويل جوه هنا كده، بعد كده الكويل اللي هنا ده هيبدأ الهواء يخش يمر عليه، الهواء اللي موجود في المكان يمر على المية الباردة ديت، فيحصل ان الهواء يبرد عندي. لو جينا دلوقتي شفنا السيستم كومبوننت او مكونات النظام، النظام بيتكون عندي من التشيلر او المبرد، وبعد كده بيتكون من تشيلد ووتر بامب، وبيتكون من الاندور يونت اللي هي كولينج ديفايسز سواء كان فان كويل يونت او اير هاندلنج يونت، وبيتكون من الكولينج تاور والكولينج تاور بامبس والبايبنج نت. لو جينا اتكلمنا على التشيلر، التشيلر ده هو الجزء الرئيسي للنظام والمسؤول عن تبريد المياه. بيتم تصنيف التشيلر ده طبقا لطريقة تبريد المكثف، فمنه نوع اسمه الووتر كولد تشيلر ونوع تاني اسمه الاير كولد تشيلر. الووتر كولد تشيلر بيتم تبريد المكثف عن طريق المية وباستخدام برج التبريد. النوع ده بيكون unlimited، يعني احمال متنوعة وحجمه بيكون صغير، بيمكن وضعه في اي مكان مع توفير مصدر مية، وبيستهلك طاقة أقل وكفاءته أعلى، لكن سعره مرتفع والصيانة بتاعته بتكون معقدة. الاير كولد تشيلر بيتم تبريد المكثف عن طريق الهواء. النوع ده بيكون ليميتد، يعني أقصى حمل ليه 500 تر ريفريجريشن، وحجمه بيكون كبير بسبب المراوح اللي موجودة، وبيلزم وضعه في على السطح أو في مساحة مفتوحة open area، وبيستهلك طاقة كهربية كبيرة وكفاءته بتكون منخفضة وسعره منخفض وصيانته بتكون بسيطة. ممكن احنا نصنف التشيلرات طبقا لنوع الكمبروسر. عندي نوع ريسبريكيتنج تشيلر، وده بيبقى الانيشال كوست بتاعته بتكون منخفضة وبيبقى مناسب لكثير من التطبيقات، ومناسب لاختيار حتى 200 طن تبريد، او الحمل اللي معايا يكون لغاية 200 طن تبريد. لكن الديس ادفانتج بتاعته او العيوب بتاعته ان هو بيبقى عند بيبقى هاي نويز وهاي فايبريشن، والمينتيننس او الصيانه بتاعته بتكون صعبه. تاني نوع هو السنترفيوجال تشيلر، وده بيكون مناسب للاحمال من 90 ل 1000 طن تبريد، وطبعا الكوست بتاعته منخفضه عن النوع سكرو. وفي نوع اللي هو الروتري او السكرو، وده من 20 ل 2000 طن تبريدي، وبيبقى يعني كفاءته بتكون اعلى من الريسبريكيتنج تشيلر ده، وبيبقى كفاءته اقل من السنترفيوجال تشيلر، وبيبقى صغير في الحجم وخفيف في الوزن، الفايبريشن بتاعته بتكون قليله. الديس ادفانتج بتاعته ان هو بيكون عنده الانيشال كوست بتاعته عاليه وبيبقى غالي في الثمن. احنا دلوقتي صنفنا التشيلرات طبقا للاتي: نوع الكمبروسر زي ما احنا قلنا ريسبريكيتنج او سنترفيوجال او سكرو او سكرول، والنوع الثاني هو طريقة التبريد المكثف زي ما احنا قلنا اير كولد تشيلر او ووتر كولد تشيلر. طبعا ده الجدول يبين ان كل نوع بيبقى اخر او النومينال كباست رينج بتاعته او الحمل بتاعه، وده نوع الفريون المستخدم معاه. ده نوع خاص من التشيلرات، وان شاء الله النوع ده بيستخدم في تطبيقات معينة، وهنعمله ان شاء الله محاضرة خاصة بيه نشرحه بالتفصيل. نراجع بقى كده مراجعة سريعة برضو على اللي احنا قلناه، ان الكومبوننت بتاعت التشيلر عندي عبارة عن كوندنسر. الكوندنسر ده بيحصل فيه ان انا لو انا عندي كولينج تاور، انا عندي كولينج تاور بيبدأ يودي هنا مية باردة، المية الباردة بتدخل هنا بتعدي على الفريون اللي ماشي جوه، بتبرد الفريون تخرج هي سخنة ترجع للكولينج تاور تاني عشان تتبرد في اللي هو برج التبريد ده، وبعد كده يرجع تاني المية. الفريون اللي ماشي هنا جاي من الكمبروسر ضغطه، فدخل خلال الكوندنسر برد، دخل على الاكسبانشن فالف ضغطه انخفض، فيدخل بعد كده على الايفابوريتور، بيبدأ هنا الفريون عندي بارد،
والميه داخله عندي هنا سخنه، فيبدا يبرد من خلال الفريون اللي ماشي جوه، وبتبدا الميه تخرج عندي بارده عشان تروح للفانك كويل يونت اللي هتبرد المكان. وطبعا الفريون عندي بقى طبعا بيسخن ويبدا يدخل على الكمبروسور، والكمبروسور يبدا يضخه نفس الدوره بتاعتنا تاني. احنا قلنا زي ما احنا قلنا هنا ان الميه اللي بتخرج هنا بتخرج ب6 درجات سيليزيه، وبتبقى داخله وهي سخنه بتبقى درجه حرارتها 12 درجه سيليزيه. في النوع اللي هو الووتر كولد تشيلر بيوجد دايره اخرى او دوره ميه اخرى بتدخل الميه للمكثف عشان تعمل تبريد، والدوره دي بتاعه الكولينج تاور اللي عندي اللي احنا قلنا اللي هي بتدخل ميه بارده بتبدا تبرد الفريون وتخرج بعد كده تروح للكولينج تاور اللي عندي عشان تبرد. غالبا التشيلر بيكون فيه اكتر من دايره تبريد، وكل دايره ممكن يكون فيها اكتر من كومبروسور، لذلك التشيلر ده بيعمل على البارت لود، والبارت لود ده احنا هنشرحه كمان شويه. كل تشيلر بيكون ليه مايكرو كمبيوتر كنترول، ده على حسب الشركة المصنعة، وهو عبارة عن سوفت وير متحكم في التشغيل بيعطي انذار عند حدوث عطل زي ارتفاع او انخفاض ضغط الفريون او نقص في زيت الكباس او نقص او تجمد المية في المواسير اللي عنده، وده عن طريق حساسات بيمكن من خلال شاشة لوحة الكنترول تحديد نوع العطل اللي عنده. تعال بقى نشوف دلوقتي الديزاين اوف تشيلد ووتر سيستم، وهنبدأ بأول حاجة هي عبارة عن الجي بي ام فلو ريت. احنا طبعا الديزاين بتاع بيبقى الجي بي ام، ونعمل سايز للبايب اللي عندي ونشوف البريشر دروب بتاعة البامب. تعال نشوف أول حاجة هو التشيلر فلو ريت أو البامب فلو ريت الجي بي ام اللي عندي. الجي بي ام ديت هي عبارة عن كمية المية المبردة بالمواسير من التشيلر واللازمه لازاله الحمل الحراري. الجي بي ام دي يعني هي كميه الميه البارده اللي هتخرج من التشيلر عشان تبرد الهواء اللي موجود في المكان اللي عندي. عندي شويه اختصارات دول بس هناخدهم على السريع كده. الاي سي دبليو تي هي الانترنج تشيلد ووتر تمبريتشر، ودي درجه حراره الميه اللي داخله التشيلر عندي، يعني درجه حراره اللي داخله التشيلر او اللي داخله اللي عندي هنا للإيفابوريتور عشان تبرد بتبقى درجة الحرارة هنا كام؟ زي ما احنا قلنا 12 درجة سيليزية، دي درجة الحرارة اللي هي الإي، تعتبر الإي سي دبليو تي هي دي. طيب بعد كده عندي بعد كده ال سي دبليو تي هي الليفنج تشيلد ووتر تمبريتشر، وبتبقى 6 درجات اللي هتمشي أو هتغادر من التشيلر اللي هي هتخرج من هنا مية باردة بتطلع بيه 6 درجات سيليزية اللي هي تعتبر ال LCWT. عندي بعد كده حاجة اسمها الدلتا تي تمبريتشر ديفرنس، هو عبارة عن الفرق ما بين درجتين الحرارة دول بيبقوا 6 درجات سيليزية. ال 12 درجة سيليزية وست درجات سيليزية دول بيبقوا موجودين في مصر، هنقول في دول الخليج بتبقى قد ايه. عرفنا دلوقتي الدلتا تي وعرفنا الاختصارات دي كلها. من العلاقة أو من الإكويشن أو من المعادلة الـ Q بتساوي الـ M دوت في الـ CV في الدلتا T. Q طبعا هو الحمل اللي موجود عندي، والـ CV هي الـ Heat Transfer Coefficient، والـ M دوت هي عبارة عن الـ Water Flow Rate، والدلتا T هي عبارة عن Temperature Difference اللي احنا قلنا عليه. عشان بقى أجيب كمية الـ جي بي إم أو الفلو ريت اللي عندي هيبقى عبارة عن إيه؟ الـ M دوت هتساوي Q مقسوم على الـ CV في الدلتا T، يعني الـ M دوت اللي هو الـ جي بي إم، والكيو اللي هو الحمل اللي هو التن ريفريجريشن اللي انا جبته من حسابات الهاب اللي عندي بضربه في 24 بقسمه على الدلتا تي، او بقول ان الجي بي ام مش بالتن ريفريجريشن بوحده البي تي يو بر اور، بس ساعتها اقسمها على 500 اضربها في الدلتا تي. يعني تقدر تحسبها من العلاقه ديت او تقدر تحسبها من العلاقه دي. لو الحمل الحراري عندك بالتن ريفريجريشن تحاسبه بالتن ريفريجريشن هتعوض في المعادله دي، حاسب الحمل الحراري بالبي تي يو بر اور هتعوض في المعادله دي تطلع كميه الجي بي ام. لقوا في الاخر ان كل واحد تن ريفريجريشن بيساوي 2.4 جي بي ام، عند الدلتا تي بتساوي 10 درجه فرنهايت، وال10 درجه فرنهايت ديت احنا قلنا ديت ما بتحصلش غير في مصر، يبقى الواحد تن ريفريج دلتا تي دي في مصر. طيب لو انا عندي في دول الخليج بتبقى الدلتا تي عندي 12 درجة سيليزية، وساعتها كل واحد تن ريفريجريشن بيديني 1.9 جي بي ام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت حسبت حمل الحراري للمكان اللي عندي كان عبارة عن 100 تن ريفريجريشن،
فانا عاوز الميد تيرم ريفريجريشن دول، عاوز قد ايه جي بي ام ليهم؟ انا ما اعرفش قد ايه جي بي ام ليهم. انا قال لي لو انت في مصر يبقى انا كل واحد تيرم ريفريجريشن بيديني 2.4 جي بي ام. يبقى انا عشان اعرف هنا كمية الجي بي ام اللي هحتاجها بقى للميد تيرم ريفريجريشن، نضرب طرفين في وسطين عادي خالص، يعني الجي بي ام المجهولة اللي هنا ديت هتساوي 2.4، هنقوم ضربينهم في 100، نقوم قاسمينهم على 1، هنلاقي هي عبارة عن 240 جي بي ام. 240. يبقى بالتالي اي حمل حراري عندك، اي حمل حراري هتقوم ضربه على طول في 2.4 يديك كمية الجي بي ام اللي انت هتحتاجها للمتر ريفريجريشن دول. طيب لو كان عندي 1000 اضربهم في 2.4 يطلع 2400 جي بي ام لل 1000 تن ريفريجريشن دول. طيب لو انا في دول الخليج طبعا بقى، بدل ما اضرب في 2.4 هضرب في 1.9 اللي هي بتاعت في دول الخليج، والدلتا تي زي ما احنا قلنا بتبقى 12 درجة فهرنهايت. تعال بقى نشوف دلوقتي التشيلد ووتر بايبنج ديزاين. احنا دلوقتي يعتبر خلاص عرفنا كمية الجي بي ام بتاعتنا قد ايه، فاضل بقى ندخل دلوقتي على البايب سايز. بعد حساب الحمل الحراري لكل سبيس عندي في المشروع بالتر ريفرجريشن، بيتم رسم شبكة المية المبردة من الترمبات وحتى آخر جهاز تكييف عندي، سواء كان آخر جهاز تكييف ده فان كويل يونت أو اير هاندلنج يونت. يعني إيه؟ بعد كده بنرجع للمضخات. تعال نفهم، احنا هنا مثلا في الجراوند فلور، فيرست فلور، سكند، ثيرد، فورث، بنبدا نحسب التيرف ريجريشن في الدور الرابع قد ايه في كل سبيس فيه طبعا، وهنا في الدور الثالث والثاني والاول وكده. وبعد كده بنرسم شبكه المواسير لغايه ابعد، ادي طبعا الاتشاره اللي عندي، بيبدا الميه البارده اللي خارجه عندي هنا اهي تبدا تدخل فان كويل يونت اللي عندي، تبرد الهواء اللي موجود في المكان، فالمية هتسخن فتقوم راجعة تاني 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 لغاية التشيلر هنا اهو. بيتم تحديد الجي بي ام داخل المواسير اعتبار ان زي ما احنا قلنا ان كل واحد تير ريفريجريشن بيحتاج 2.4 جي بي ام، على اعتبار الدلتا تي ديزاين بتساوي 10 درجة فرنهايت. بيتم تحديد اقطار جميع المواسير، وبيوجد عدة عوامل بيجب ان هي تؤخذ في الاعتبار لمعرفة اقطار المواسير. اول اعتبار معايا هي سرعة المية داخل المواسير، بيراعي ان تكون سرعة المية داخل المواسير مناسبة وهي بتتراوح من 2 ل 10 فيت بير سكند، والديزاين فيلوستي اللي هي تعتبر اللي انت بتصمم عليها هي 5 فيت بير سكند، وهنعرف ازاي دلوقتي بنظبط الكلام ده كله. بعد كده بندخل على فقد في الضغط خلال المواسير، وهي يراعي ان هي ما بتزيدش عن 10 فيت كل 100 فيت، الديزاين فاليو ان هو 4 فيت لكل 100 فيت. بعد كده بنتكلم على الباي ماتيريال اللي هي المواسير المستخدمة في شبكة المياه المبردة، وهو عبارة عن نوعين، جالفانايز ستيل وسيملس بلاك ستيل. والسيملس بلاك ستيل اللي هو سكادوال 40 هو ده الشائع والمستخدم في شبكات المياه المبردة في التشيلر اللي عندي. والتشيلد ووتر سايكل از كلوزد، هناخد النوع اللي هو الكلوزد دلوقتي. بعد كده هنتكلم على البايب سايز ميثود، يعني ازاي بنبدأ نسايز المواسير دي. عندي كذا طريقة، في طريقة اسمها الفريكشن تشارت. الفريكشن تشارت دي شكلها، وهنسيب الخريطة دي ان شاء الله، هننزل الخريطة دي في الديسكريبشن بتاع الفيديو ان شاء الله. الفريكشن تشارت الخطوط الرئيسيه اللي عندي ديت، تعال نفتحها الاول من بي دي اف عشان الكلام يبقى واضح بدل الصوره ديت، عشان التشارت تبقى واضحه بالنسبه لنا. ادي هي دي التشارت، والتشارت دي طبعا للكلوزد بايبنج سيستم. تعال عشان نوضح التشارت كده تبقى باينه قدامنا، هناخد كده خط، نقول ان الخط الرئيسي اللي عندك ده بيوضح الفريكشن لوس دي بتبقى فيت اوف ووتر بير 100 فيت. اللي احنا قلنا لو احنا نرجع تاني للبي دي اف بتاعنا، احنا قلنا اللي هي بتبقى ما تزيدش عن 10 فيت لكل 100 فيت، وقلنا الديزاين بتاع فاليو اللي هو 4 فيت لكل 100 فيت، يعني 4 فيت لكل 100 فيت هو الجزء ده 4 اللي هنا دي، فاحنا ممكن يعني نعمل لها
خط كده يبين الكلام بتاعها. لو احنا قلنا الخط بتاعنا اهو بالشكل ده كده. طيب الخطوط بقى الافقية هي بتمثل الجي بي ام او الفلوريد بتاعي، ده الجي بي ام. وتعالى نقول ان الخطوط المايلة اللي هنا ديت، الخطوط المايلة ديت هي عبارة عن الفلوستي وبتبقى فيت بير سكند اللي هي البرتقاني دي، والخطوط المايلة التانية والخطوط اللي هي الزرقاء ديت هي البايب سايز اللي انا هطلعها في. يعني ايه؟ تعالى نبدأ من هنا كده، في ربع بوصة، نص بوصة، 75%، واحد، واحد وربع، واحد ونص، اتنين، اتنين ونص، دي كله السايز بتاع المواسير. والواحد والواحد ونص والاتنين والتلاتة والأربعة دول السرعة بتاع المية الموجودة ماشية في المواسير، والفيلوستي دي بيكون فيت بير سكند. طب أنا دلوقتي بندخل خريطة بقى معلومة إيه؟ أنا حسبت أول حاجة خالص كمية الجي بي إم اللي أنا قلت لك بتضربها في 2.4. يعني إحنا قلنا لو إحنا كنا عندنا 240 جي بي إم اللي إحنا كنا حاسبينها، نرجع اللي احنا قلنا 240 جي بي ام اللي حسبناها من الحمل التبريد، بدخل بيها في الخريطة وبنرسم خط افقي عند ال 240 جي بي ام. تعالى ناخد الخط الافقي ده وننزل بيه عند ال 240 جي بي ام، ادي ال 200، تعالى نقول ادي ال 250، تعالى نقول 240 هنا كده. تمام كده احنا حسبنا ال 240 جي بي ام. بعد كده بقطع خط السرعة عند ايه؟ احنا قلنا ان السرعة اللي عندي بتبقى 5 فيت بير سكند، يعني الديزاين فيلوسيتي بتاعتي 5 فيت، يعني اروح عند السرعة اللي هي الخمسة. احنا قلنا طبعا دي واحد ونص، اتنين، تلاتة، اربعة، ادي السرعة الخمسة فيت اللي عندي. السرعة الخمسة دي هتقطع عندي في نقطة، تعال نقرب كده عشان نوضح الكلام، هتقطع عندي في نقطة دلوقتي. تمام هو قطع دلوقتي الخط الرأسي هنا كده. لو احنا قمنا خدنا الخط ده كده، مش هنا بيه الخط الرأس اللي قطع بيه، قطع بيه لغاية فين؟ عند 2. احنا قلنا ما يزيدش عن 10 فيت، والديزاين بتبقى 4 فيت، يعني طالما هو ما زادش عن 10 والديزاين بتبقى 4، لو اقل كمان ماشي، لو عاوز تخليها 4 فيت بالظبط. احنا قلنا السرعة معاك من 2 لغاية 10، يعني انت لو زودت معاك السرعة اللي هو الخط ده ل6، تمام، فيقطع معاك في نقطة، هو الخط ده النقطة هتبقى هنا بقى. هننزل تحت هنا هنلاقي ان دي 3 فيت لكل 100 فيت، لو انت عاوزها كمان 4 يبقى هتزود معاك السرعة شوية، بدل ما هي تبقى 6، تمام، تبقى مثلا السرعة عندك 6.5، والخط الأفقي هيبقى هنا كده، أو خط الرأس قصدي هيبقى هنا كده، وأدي نقطة التقاطع، فنلاقي إن هنا بقت 4 فيت لكل 100 فيت. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا اطلع بقى البايب سايز، السايز اللي عندي النقطه ديت بكام. تعال بقى سيب النقطه دي خالص وننزل تحت، ان انا كان عندي 2.5، يبقى لو احنا بس هنشيل ده كده سنه حاجه بسيطه صغيره، 2.5، 3 بوصه، يبقى ده عباره عن 3.5، ما بين ال 3.5 وال 4 يعني قول 3.75 بوصه، يبقى ديت السايز بتاعت الماسوره اللي عندي اللي هي هتطلع من التشيلر. دي طريقة التشارت اللي عندي. في طريقة تانية اللي هي الفريكشن تيبل، والفريكشن تيبل دي بيبقى عبارة عن جدول، الجدول ده مبني على الخريطة اللي فاتت. جدول ان شاء الله كان موجود عندي، بس انا حصل مشكلة في اللاب وده سبب تأخير المرة اللي فاتت، في حاجات كتير اتمسحت من على اللاب، غيرت الويندوز والكلام ده كله، ففي حاجات كتير اتشالت من عندي، فان شاء الله على ما اجمعها هبدأ احطها على الموقع برضو، واسيب ان شاء الله هسيب الفريكشن تيبل ده عندي موجود في الموقع. وده سهل جدا، انت بتدخل بكميه الفلو، يعني هو عباره لو احنا ايه يعني جبنا مجمل ليه كده، يبقى جدول كده. انا لو ارسم بس حاجه بسيطه، ان انت هنا بيبقى موجود البايب سايز عندي، بيبقى عندي ايه نص بوصه، تلات اربع بوصه وهكذا، وبيبقى هنا عندي حاجه اسمها الفلو رينج من 0 ل 2 جي بي ام. لو انت عندك الرينج بتاعك من 0 ل 2 جي بي ام خدها، من 3 ل 4، من 5 لغايه 7.5 وهكذا، واللي جنبه هنا البريشر دروب بتاع قد ايه، فبتبدا تشوف كميه الفلوريت، تشوف السرعه بتاعتك هل في الديزاين بتاعك، وتشوف البريشر دروب بتاعك. ده على طول من طريقه الفريكشن تيبل. بالنسبه للبايب سايزر بروجرام ده برضو يعني اللي عاملاها شركه مكوي، وطبعا بالناس كتير بتشتغل منه، وهنشوف دلوقتي ازاي البرنامج ده بنشتغل عليه.
ده البرنامج البايب سايزر. بنبدأ من هنا نختار ان الاسكادول 40 ستيل اللي هي البايبس اللي بنستخدمها في التشيلرات اللي عندي. ببدأ هنا عندي هنا 50 درجة في فرنهايت ووتر زي ما هي، ونبدأ نحط هنا كمية الجي بي ام. الجي بي ام احنا كنا مطلعينها 240 جي بي ام. لما نيجي نحسبها هنلاقي هنا حاجة اسمها الفلويد فيلوسيتي، هنلاقي الفيلوسيتي اللي عندي 253 41 100 فيت بير سكند، سرعة كبيرة جدا، الهيد لوس عندي برضو كبير، لأن أنا عندي هنا السايز نص بوصة مش هينفع ال 240 جي بي ام دول. فزود هنا الواحد ونص بوصة ده، نخليه مثلا وليكن 2 بوصة، وهتلاقي هنا كمية الجي بي ام عندك اتغيرت، فتبدأ تحطها تاني 240، ونشوف الفيلوستي. الفيلوستي ما زالت لسه كبيرة، وهي والهيد لوس نبدأ نزود ده برضو عندي. احنا كنا مطلعينها ان هي عند 375 من 100 بوصة، فاحنا لو قلنا 3.5 ورجعنا دي 240 جي بي ام، هنلاقي ان فعلا فيلوستي في الرينج بتاعي، والهيد لوس عند 4، يبقى فعلا هو ده السايز اللي ينفع ل 240 جي بي ام. ان شاء الله بقى في المشاريع نبدأ بقى ندخل كل جي بي ام بقد ايه، والسايز بتاع الماسورة قد ايه، لان طبعا زي ما احنا هنشوف دلوقتي في الصورة ديت ان انت هتخرج هنا 240 جي بي ام، هتبدأ في الدور ده هياخد شوية جي بي ام، او تعالى ناخدها من اخر دور ان هنا هياخد هنا الفان كويل يونت ديت، هي مش واحدة، هي بتبقى كذا واحدة للدور اللي جوه. هنفهم الكلام ده اكتر في التصميم. تعال نقول ان الفان كويل يونت ديت هتاخد كذا جي بي ام، فهنطرح الشوية دول من 240، والدور ده هياخد شوية، يبقى دول زائد دول نطرحهم من 240، والدور ده نفسك، والدور التاني يبقى برضو الجي بي ام والجي بي ام والجي بي ام، دول التلاتة دول نجمعهم على بعض ونطرحهم من 240. فكل ماسورة هيبقى لها سايز مختلف. وجوه المبنى برضو الفان كويل يونت زي ما احنا قلنا ان ديت هيبقى لها سايز برضو مختلف عن اللي جنبها عن اللي جنبها، وهكذا. الهيد بتاع الترومبة او ضغط الترومبة هنعرف ازاي، هنحسبه دلوقتي. احنا دلوقتي اول حاجة بنبدأ او يتم تحديد اطول مسار في شبكة المواسير من المضخات الى ابعد جهاز فان كويل يونت. يعني ابعد مسار عندي زي ما انت شايف هو ابعد فان كويل يونت عندي عن المضخات او البامب اللي موجودة عندي اللي هي ايه بتاعة التشيلر اللي عندي. تعال عشان نحسب البريشر دروب. البريشر دروب ده بيساوي الفريكشن لوسز زائد التشيلر كولينج كويل بريشر دروب زائد الفان كويل يونت او الاير هاندلنج يونت كولينج كويل بريشر دروب. يعني ايه؟ يعني الفقد في الضغط او يعتبر الهيد بتاع الطولمبة بيساوي الفقد في الضغط خلال اطول مسار في شبكة المواسير اللي احنا قلنا عليه، احنا لسه قايلين عليه من شوية، مجموع عليه الفقد في الضغط خلال التشيلر، مجموع عليه الفقد في الضغط خلال الفان كويل يونت او الاير هاندلنج يونت. وده اخر فان كويل يونت عندي، هو اخر فان كويل يونت عندي هنا دي، او ايه اخر اير هاندلنج يونت عندي. عشان اجيب الفريكشن لوسز قال لك هي بتساوي البايب لينث مجموع عليها الفيتنج اند فالف equivalent length مضروبة في الدلتا P على ال. البايب لينث هو أطول مسار في شبكة المواسير بالفيت، سواء كان مسافة أفقية أو رأسية، من بداية المضخات حتى آخر جهاز، وبنضربها في 2 عشان التغذية والراجع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا قلنا أطول مسار أفقي أو رأسي يبدأ داخل لي الفان كويل اللي عندي، ببدأ أشوف المسافة الأفقية دي قد إيه، والمسافة الرأسية ديت قد إيه، وأبدأ أشوف برضو المسافة ديت قد إيه، وأجمعهم، دي كذا فيت، ودي كذا فيت، ودي كذا فيت، أجمعهم، وبعد ما أجمعهم وأجيب اللينث كله ببدأ أضربه في 2، وده عشان إيه؟ عشان الراجع اللي عندي. الماسورة بتاعت الراجع. طيب ده بالنسبة البايب لينث. تعال نشوف بقى الفيتنج اند فالف ايكويفالنت لينث، وده الفقد في الضغط خلال الوصلات والكيعان والتي، وده خلال المحابس والاجهزة الموجودة على المسار اللي عندي اللي انا عمال احسبه ده، وبتعبر عنها بالطول المكافئ، ونحصل عليها طبعا من جداول في الكود على حسب نوع الوصلة او الجهاز او المحبس او القطر. يعني انا في المسار اللي كنت ماشي عليه ده، يعني مثلا يعني في المسار ده هنا في كوع هنا اهو،
بعد ما اشي مثلا لقيت في هنا جهاز، يعني انا عندي كوع وعندي جهاز هنا، وبعد شوية لقيت مش عارف في وصلة معينة، وجيت هنا في كوع ومش عارف ايه الحاجات ديت، ببدأ احسب حاجة اسمها الايكوفلنت لينس بتاعها، واحنا قلنا في جداول في الكود بتاعتها، وهنشوف دلوقتي الجداول دي. ببدأ بقى اشوف عندي نوع الالبو او نوع الكوع اللي عندي ايه، السايز بتاعه قد ايه، واشوف الايكوفلنت لينس بتاعه قد ايه، ابدا اختار الايكوفلنت لينس. خلاص ده مثلا يعني لو كان ده مثلا كوع المستخدم في الجزء ده هنا كده، خلاص يبقى انا عرفت الرقم بتاع الكوع ده هنا قد ايه. الجهاز اللي هنا اروح مثلا ادور عليه، اروح ادور عليه هنا اشوفه مثلا في ممكن يكون في الانواع دي او في الانواع اللي هنا دي، ببدا اشوف الفيتنج والكلام ده كله عندي تمام، وتشوف هي الوحدة اللي عندك ايه، وتبدأ تغيرها زي ما انت عاوز بقى، تشوف الوحدات اللي عندك زي ما احنا عرفنا من برنامج الوحدات، وتبدأ تشوف تجمع كل واحدة، وبعد كده نحطها في المعادلة دي. طبعا بقى الدلتا بي على ال ال ديت اللي احنا قلنا اللي هي بتبقى الديزاين بتاعتك، اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي 4 فيت لكل ايه، لكل 100 فيت، دي الدلتا بي على ال اللي هي الديزاين بتاعها. بعد كده هنتكلم على طبعا احنا جبنا الفريكشن لوسز، نحط الفريكشن لوسز هنا ونشوف الفقد في خلال الشلورات وخلال الفانكويلات ديت، والفقد دول بجيبهم من خلال الكتالوجات، ان شاء الله نيجي نصمم نعرف ازاي ندخل الكتالوجات ديت، ويبقى انا كده جبت البريشر دروب. الرقم اللي يطلع من هنا بقوم ضربه في 10% حاجة اسمها السيفتي فاكتور، ويطلع معايا الرقم النهائي البريشر دروب او الهيد بتاع الترومبه. البامب بريشر باسكال مضروب هو عباره عن الرو في الجي في الاتش، والرو هي كثافه الميه ب1000، والجي هي 9.81 من 100، والاتش اللي هو عباره عن البامب هيد او الهيد بتاع الترومبه اللي انا جبته من المعادله ديت، اعوض في ده في الاخر اجيب البريشر بتاع الترومبه اللي عندي قد ايه. كمان ممكن احسب بقى الهبوط في الضغط، ممكن الكلام بقى بدل المعادلات، عشان مثلا انت ممكن تقول لي ان انت طبعا في المشاريع الكتيرة هحسب ايه ولا ايه المعادلات، ده الكلام ده كله مش هنقدر نعمله على طول بالمعادلات دي، فبنستخدم برنامج اسمه الباي فلو ويزرد اللي احنا اتكلمنا عليه هنا، ده هو البرنامج ده كده. البرنامج ده يعني هو كان متوفر معايا، بس لما حصل مشاكل في اللاب اتشال، فان شاء الله هبقى انزله في المشاريع كده كده، احنا ان شاء الله هنشتغل عليه، هنبقى ننزله وهيبقى متوفر معانا على طول، وهنعرف ازاي بنشتغل عليه، ازاي بنحسب بقى في هيد الطلمبة والكلام ده كله. تعال بقى نتكلم دلوقتي عن الفلو كنترول ميثود او السيستم بالانس. بعد ما نحسب الحمل الحراري لكل سبيس بالمشروع بالتر ريفريجريشن، وبعد ما رسمنا شبكة المواسير المية المبردة، طبعا برسم المواسير دي بعد ما اوزع الفان كويل يونت اللي عندي، يعني لو احنا رجعنا هنا بحط الفان كويل يونت ابدا اوزعها في المكان، وبعد كده ابدا اطلع منها بقى البرانشات واوصلها بالمواسير واوصلها بالتشيلر اللي عندي، وبعد كده بحدد الجي بي ام داخل كل جزء في شبكة المواسير بما يتناسب مع الحمل الحراري وحساب الفريكشن لوسز. يعني تعالوا نفهم حتة الجزء اللي هو ان احنا بنحدد جي بي ام داخل كل في مكان بعد تحديد الحمل الحراري. طبعا انا في المكان والسبيس ده بحسب الحمل الحراري من خلال الهاب بتاعه لكل سبيس تمام، واجمع السبيس اللي عندي دي كلها اشوف كام طن تبريد، مثلا طلعت معايا هنا 20 طن تبريد في الدور ده، ال 20 ديت زي ما احنا عرفنا عشان اجيب قد ايه جي بي ام، كمية الجي بي ام بس اللي هتدخل هنا كده، هتدخل هنا كده في 20 طن ريفريجريشن، احنا قلنا ال 20 بنقوم ضاربينهم في الاتنين واربعة من عشرة، هيطلع لي كذا جي بي ام. لو احنا جينا حسبناها كده قلنا 20 هنضربهم في 2.4 هيطلع لي 48 جي بي ام. يبقى انا عندي دي كام، 48 جي بي ام، يبقى دي كمية الجي بي ام ال 48 اللي داخلة هنا. طيب في السبيس بس ديت كان عبارة عن ايه الحمل الحراري اللي هنا، كان عبارة مثلا الحمل الحراري اللي هنا كده، تعالى ناخد سهم كده نقول مثلا هي عبارة عن 10 طن ريفريجريشن، فأقوم قايل 10 طن ريفريجريشن أضربهم في 42 فيطلع لي إيه 24، يبقى أنا داخل هنا إيه 48، دخل هنا 24، أطرحهم من 48 يتفضل لي 24 لسه، يبقى لسه ال 24 مكملين هنا، أشوف هنا قد إيه كام طن ريفريجريشن أضربهم في 2.4، أشوف كام جي بي إم أطرحهم من التوتال اللي ماشيين هنا، يبقى الباقي هيدخل هنا.
فده معناه تحديد الجي بي ام داخل كل جزء من شبكة المواسير بما يتناسب مع الحمل الحراري وحساب الفريكشن لوسز زي ما احنا عرفنا عن طريق الفريكشن تشارت اللي احنا قلنا عليها هنا ديت. تمام، من خلال الجي بي ام السرعة اقدر احسب كمية الجي بي ام هنا، قصدي احسب هنا قصدي الفريكشن لوسز اللي هنا، واحسب كمان البايب سايز معايا قد ايه. بعدها او بعد الليلة دي كلها بنعمل حاجة ان احنا نعمل اتزان او سيستم بالانس وضبط كمية الجي بي ام اللي هتدخل لكل فان كويل يونت. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا هيدخل هنا كام؟ 24 جي بي ام، 24 جي بي ام في المكان اللي هنا ده. طيب الفان كويل يونت دي هتعرف منين ان ال 48 ما تدخلهاش كلها؟ لا، انا عاوز يدخلها بس 24 من خلال البالانس اللي احنا بنقول عليه ده. وطبعا البالانس ده كمان انا بعمله بالاخص في الاماكن الموجودة في الادوار البعيدة عن المضخة، يعني اخر فان كويل يونت ده اضمن ان فعلا كمية الجي بي ام يدخله زي ما هو متصمم عليه. فبيتم الفلو كنترول ده عن طريق طريقتين اتنين، الدايركت ريتيرن او البالانسنج فالف، وفي حاجه اسمها الريفرس ريتيرن. اول حاجه هو الدايركت ريتيرن ميثود او الباي يوزنج بالانسنج ميثود. الطريقه دي بيتم تركيب محبس بالانسنج فالف زي ما احنا شايفين هنا كده، بالانسنج فالف على كل راجع من الفان كويل يونت اللي عندي، اي كل راجع بحط عليه بالانسنج فالف، او بيتم تركيب البالانسنج فالف ده على حسب تعليمات الصانع. يعني ممكن يتحط في السبلاي، يعني ده السبلاي اللي داخل الفان كويل يونت وده الراجع منه. البالانسنج فالف عموما هو بيتحط في الراجع، وهنعرف قدام ليه احنا بنحطه في الراجع ده، وممكن على تعليمات الصانع ممكن تحطه في السبلاي عادي. البالانسنج فالف عبارة عن ايه بقى؟ البالانسنج فالف ده عبارة عن محبس او عداد بيعد او بيقرأ الجي بي ام الميه اللي خارجه من الفان كويل يونت او الاير هاندلنج يونت. البالانسنج فالف ده بيتم معايرته او ضبطه في بدايه المشروع، وده عن طريق شركه متخصصه، وهو ما بيسمى بعمليه الضبط والموازنه للنظام. بتتم عمليه المعايره ديت على اقصى كميه جي بي ام بتحتاجها الوحده، والبالانسنج فالف ده ما بنظبطهوش تاني، هو بيتظبط مره في بدايه المشروع بيتمش ضبط ليه تاني الا بعد اذا حدث عندي رواسب او سداد او حد لعب في البالانسنج فالف ده. بيتم تركيب البالانسنج فالف على خط الراجع وليس في السبلاي ما لم يحدد المصنع، وده احنا قلنا هنعرف ليه، عشان خط الراجع بيكون اقل من ضغط او الضغط بتاع خط الراجع بيكون اقل من الضغط بتاع السبلاي، لذلك بيتم حماية البالانسنج فالف اللي انا بحطه في الخط الراجع اللي عندي. بتستخدم الطريقة ديت لما يكون فقط الضغط في وحدة الفان كويل يونت، الطريقة اللي هي الدايركت ريتيرن ميثود ديت، بستخدمها لما يكون الضغط في كل وحدة فان كويل يونت مختلف، يعني الضغط هنا غير الضغط اللي موجود في الفان كويل يونت دي غير الضغط اللي موجود في الفان كويل يونت دي. يعني بمعنى اخر اختلاف اقطار المواسير اللي بيصير فيها الميه من جهاز لاخر، بنستخدم الطريقه دي على طول. تاني حاجه اسمها الطريقه كومن ريفرس ريتيرن، وده الشكل بتاعه. في الطريقه دي لا يتم استخدام بالانسنج فالف، ما بتستخدمش بالانسنج فالف، الطريقه دي غير شائعه الاستخدام، والطريقه الاولى هي الاكثر شيوعا. الطريقه دي الطريقه اللي هي الريفرس ريتيرن دي بتستخدم عندما يكون فقد الضغط في المواسير متساوي، أي إقطار المواسير عندي متساوية والأحمال عندي متساوية، يعني النظام عندي سيمتريك، يعني الأماكن متساوية في الأحمال، يعني حمل الجزء الموجود في الزون اللي أو الفان كل موجود فيها ديت أو المكان ديت مثلا 10 طن تبريد، تمام، فهو نفس الحمل اللي موجود في الزون ديت، هو نفس الحمل اللي موجود في الزون ديت، يعني الاقطار كلها متساويه، يعني النظام عندك سيمتريك. وده يعني بيحصل غالبا في الفنادق او الغرف اللي فيها نفس المواصفات اللي عندك. ده شكل البالانسنج فالف اللي عندي، وبيقول لك ان هو بيتم معايرته مره واحده في بدايه المشروع، وبيتم يعني ممكن نرجع نضبطه تاني لو حدث فيه رواسب او سداد او حد لعب فيه. في بقى اللي احنا قلنا البارت لود كنترول، وقلنا هنبدا او هنشرحه قدام. البارت لود ده في حاله بدء التشغيل بيكون الحمل الحراري للمكان كبير،
ودرجة حرارة الهواء بالمكان بتكون مرتفعة. يعني لما نيجي نشغل جهاز التكييف المكان عندي ما تبردش، يعني المكان بقاله فترة كتيرة درجة حرارته مرتفعة، فالحمل بتاعه بيكون كبير. فبالتالي بنحتاج في البداية إلى أقصى كمية جي بي إم تدخل للفان كويل يونت عشان تبرد الحمل الكبير اللي موجود في المكان اللي عندي ده. وبعد مرور الوقت الحمل عندي بيقل ودرجة حرارة الهواء بتنخفض والمكان بيبدأ يعني يحصل له تكييف عندي. فبالتالي بعد مرور وقت بحتاج كمية جي بي ام مش زي ما اكون بادئ في الاول، بحتاج كمية جي بي ام تتناسب مع الحمل اللي موجود، مع كمية درجة حرارة اللي لسه مرتفعة. يعني بحتاج جزء من الجي بي ام يدخل عندي الفان كويل يونت. البالانسنج فالف ده بيتم معايرته على اقصى كمية جي بي ام بتحتاجها الوحدة الفان كويل يونت او الاير هاندلنج يونت، وما بياخدش في اعتباره البارت لود او الحمل اللي انا هخلي الجي بي ام، او يعني احنا قلنا بعد فترة من الزمن الحمل بيبدأ عندي يقل، درجة حرارة الهواء بتنخفض، بيبقى في جزء بس مرتفع، فبيبقى محتاج شوية جي بي ام بس يدخل الفان كويل يونت، مش كل الكمية بتدخل الفان كويل يونت. فالبالانسنج فالف ما حطش في اعتباره الحتة دي. فانا بدأت اتحكم في البارت لود ده من خلال 3 طرق عندي. طريقة اسمها 3 way، طريقة تانية اسمها 2-way أو by using 3-way control valve، طريقة تانية by using 2-way control valve، وطريقة تالتة ال PICV. وهنعرف اختصار الكلمة دي دلوقتي. خلينا بس في الايه نتكلم دلوقتي في 3-way control valve. ال 3-way control valve ده محبس 3-way بنركبه على خط الراجع للوحدة الفان كويل يونت أو الاير هاندلنج يونت إذا لم يحدد المصنع او الكتالوج بتاع المصنع غير ذلك. وده ليه؟ زي ما احنا قلنا لان قيمة الضغط على خط الراجع اقل من قيمة الضغط على خط السبلاي، وبالتالي بيتم حماية المحبس. ادي المحبس الثري واي اللي عندي. هل هو الجزء ده بس؟ الجزء الخط ده تابع للمحبس اللي هو الثري واي. ماشي، تعال بقى ايه عشان نعرف نشرح الكلام ده. محبس الثري واي بيبقى ليه 3 فتحات، بيتم التحكم في الفتح والغلق من خلال الماتور اللي بيمشي الليلة بتاعة المحبس ده. طبعا ادي مدخل وادي التاني وادي خروج، يعني ليه مدخلين ومخرج. طبعا المحبس ده بياخد اشارته من خلال ثيرموستات. الثيرموستات ده موجود في الزون او المكان اللي عندي. في حالة البارت لود بيشعر بده الثيرموستات، بيشعر ان ان درجة حرارة الغرفة عندي قلت والحمل عندي قل، فيعمل ايه؟ فيقوم مدي اشارة للموتور اللي عندي ان هو يقوم قافل المسار اللي هنا ده خالص. فبالتالي المية جاية من التشلر ماشية عادي عادي عادي. المفروض لو المسار ده كان مفتوح فالمية كانت هتدخل هنا وتدخل وتدخل وتخرج من هنا عادي خالص. وطبعا لو احنا تعالى نفهم الكلام ده تاني، نجيبها تاني من الاول. احنا قلنا في البداية خالص حمل المكان عندي كبير، فانا عاوز كل الجي بي ام تدخل في الفان كويل يونت وتخرج من هنا كده، فيقوم قافل المسار ده خالص عشان كل الجي بي ام تدخل في الفان كويل يونت دي. بعد فترة الحمل عندي في المكان قل، فحس بده مين؟ الثرموستات. تعال بقى نرجع ايه نشرح الحتة دي. الثرموستات حس بده، بعت إشارة للموتور، الموتور قام قفل معايا المسار ده خالص. فالمية هتيجي تدخل الناحية دي، تدخل في الجزء ده، هتلاقي المسار ده مقفول، فهتستسهل المسار ده وتقوم داخلة في المسار ده وتقوم راجعة تاني للتشيلر. فبالتالي بقى في شوية مية موجودة باردة في الفان كويل يونت بتبرد لي شوية الحمل اللي لسه ما بردوش، شوية الحرارة اللي لسه مرتفعة اللي موجودة عندي. ويبدأ المية بعد كده تدخل هنا وترجع على طول للتشيلر. يعني المية كده ملهاش أي لازمة عندي، هي ما بتحصلش تبريد عندي في الفان كويل يونت إلى أن درجة حرارة المكان عندي ترتفع تاني، فيبدأ يحس بده بالثرموستات، فيقوم مخلي يقوم قافل بقى المسار ده ومشغل المسار ده، فتقوم المية ترجع تدخل هنا تاني وتدخل تعدي على البالانسنج فالف وتدخل لناحية التشيلر. في الثري واي انا بستخدم كونستانت سبيد بامب، يعني ايه؟ سرعة ثابتة. انا بضغط كمية جي بي ام، هو مثلا 240 جي بي ام هما اللي بضغطهم، بتضغط الجي بي ام دول تبعت هنا،
قفلت المسار عليها، كمية الجي بي ام دي مش هتتحير، هتدخل في المسار ده وهتقوم داخلة هنا وترجع تاني للتشيلر. قبل ما ندخل على النوع التاني بس نعرف ان في نوعين من الثري واي دام، في حاجة اسمها ميكسنج تايب ودايفرتنج تايب، والشائع طبعا هو الميكسنج تايب. والميكسنج تايب ده عبارة عن مدخلين ومخرجين زي ما احنا شفنا كده، ادي المدخل التاني وادي المخرج التالت. والدايفرتنج ده عبارة عن مخرجين ومدخل واحد وده غير شائع، ده برضو الثري واي فالف بيتم استخدامه طبعا في مضخات ثابتة السرعة زي ما احنا قلنا النوعين بتوع ده برضو شكل ليه. تعال بقى نشوف دلوقتي التو واي كنترول فالف، بيتم تركيبه طبعا على الخط الراجع في اللي هو الريترن. بركب هنا التو واي زي ما احنا شايفين كده، هو بيختلف عن الثري واي. الثري واي كان في خط هنا كده، دلوقتي ده مش موجود، بقى عندي الفالف كده بس. طيب الفالف ده موجود، بنحطه في الراجع اذا لم يحدد الكتالوج بتاع المصنع، وطبعا احنا بنحطه في الراجع عشان احنا قلنا الضغط في خط الراجع بيكون اقل قيمة من خط السبلاي، فبالتالي بنحمي الفالف. في حالة البارت لود يعني بعد ما المكان برد عندي، بيستشعر بده برضو الثيرموستات اللي متوصل على الفالف ده، فيبعت إشارة للموتور اللي عندي عشان يعمل خنق للمسار اللي عندي، يقوم قافل. يعني نشيل دي بس كده ونقوم قافل المسار ده. طيب ال 240 جي بي ام او ايا كان الجي بي ام اللي عندي، هتيجي البامب دلوقتي ايه ضختها. خلي بالك انا بستخدم هنا ايه فاريبل سبيد بامب، مش كونستانت سبيد بامب زي اللي فات، انا بستخدم فاريبل. هنفهم يعني ايه فاريبل دلوقتي. 240 جي ام دخلت هنا في بداية المكان خالص، في بداية المكان وهو لسه سخن، فالجي بي ام عادي هتدخل هنا، تدخل تعدي عادي، المسار ده مفتوح عادي. لما يحصل عند درجة الحرارة تقل ويبدأ عند البارت لود، فيبدأ عند الثرموستات يحس بده، فيشغل الموتور يقوم قافل المسار ده، فتبدأ ال 240 تبدأ عاوزة تيجي تدخل هنا، تدخل عشان تخرج من المسار، تلاقي المسار مغلق. فهنا بقى يبدأ الفاريابل سبيد بامب تشتغل. يعني ايه؟ يعني ال 240 جي بي ام اكيد المضخة عمالة تطلع 240 والمسار مقفول، تطلع 240 والمسار مقفول، تطلع 240 والمسار مقفول، فالضغط يزيد فيحصل انهيار للشبكة اللي عندي. فبستخدم فاريابل سبيد بامب عشان لما اقفل المسار السرعة بتاعة البامب تتغير، فتقلل كمية الجي بي ام اللي خارجة، فتنفع كمية الجي بي ام اللي طالعة للبارت لود او الحمل اللي موجود عندي شوية صغيرين اللي لسه عاوزين يتبردوا. ده فكرة التو واي فالف. طبعا الفاريابل سبيد بامب دي النوع من المضخات ده بيكون اعطاله كتيرة جدا بالمقارنة مع السبيد بامب اللي احنا، او كونستانت سبيد بامب، السرعة الثابتة بتاعة المضخة اللي احنا كنا استخدمناها في الثري واي. قبل ما ندخل في جزئية عايزين بس نعرف ان في نوعين برضو من التو واي، اون واوف تايب والموديوليتنج تايب. بسبب المشاكل الخاصة بالطلمبة اللي هي متغيرة السرعة اللي هي فاريابل سبيد بامب، اللي هي ايه بقى المشاكل بتاعتها؟ ان تكلفتها بتكون عالية، اعطالها متكررة، صيانتها صعبة، بيمكن استخدام مضخة ثابتة كونستنت سبيد بامب مع التو واي فالف. طب ازاي؟ لو كونستنت سبيد هتطلع 240، هي بتطلع ال 240 ثابته، ما تقدرش تغير في ال 240 جي بي ام اللي طالعين دي، انما دي ممكن تغير كميه الجي بي ام، فال 240 ثابته طالعه والمسار مقفول، فالضغط هيزيد عندي في الشبكه فيؤدي لانهيار الشبكه. فده بنستخدم حاجه اسمها باي باس. الباي باس ده ان انا عندي كميه الجي بي ام اللي عندي، لما يجي يقفل المسار اللي عندي ده مخلي الميه بقى ما تدخلش عشان تطلع نفس ال 240، لا اخليها تدخل على المسار ده، ما تدخلش على المضخة اللي عندي، فما يخليش كمية جي بي ام او في جي بي ام زيادة عندي تطلع عندي في الشبكة. ده فكرة الباي باس. ده تو واي فالف بيكون شكله كده، وده النوع اللي هو الاون والاوف والموديوليتنج. النوع التالت بقى اللي احنا قلنا عليه هو البريشر او البي اي سي في، اللي احنا قلنا هنعرف اختصارها البريشر اندبندنت كنترول فالف. وده محبس متعدد الوظائف، هو ثلاث محابس في محبس واحد، وبيجمع ما بين المحابس اللي هي بيجمع ما بين المحابس التو واي والدبل ريجوليتنج فالف
وديفرنشال بريشر كنترول فالف. مميزاته ان هو بيقلل عدد الصمامات الموجودة عندي في الشبكة، وبيقلل يعني وقت التركيب، يعني هو بدل ما اركب يجي 3 صمامات هركبهم، اركب صمام واحد، فقللت معايا التايم بتاع الانستليشن اللي عندي او التركيب. نتكلم بقى دلوقتي عن حاجة مهمة جدا، وهي عبارة عن التشيلر هوك اب. التشيلر هوك اب ده عبارة عن ايه؟ انا عندي التشيلر هنا اهو، يبدأ يخرج عندي المية الباردة، بتعدي على حاجة اسمها الفليكسيبل كونكشن، وصلة مرنة. الوصلة المرنة ديت بتستخدم عشان تمتص الاهتزازات من المواسير، وبيركب منها 2، واحد في الدخول او واحد في الخروج وواحد في الدخول، او بعد كده بيعدي على ثيرموميتر، والثيرموميتر ده بيركب على الدخول والخروج للتشيلر، وبيستخدم في قياس درجة حرارة المية. بعد كده يدخل على البريشر جيج، ده عبارة عن بريشر جيج، والفالف ده اسمه البول فالف، وده عشان اقفل المحبس ده لو انا هغير البريشر جيج عشان اعمل فيه صيانة ولا اغيره، وبعد كده اركبه وافتح المسار عادي عليه. طبعا ده بيركب في الدخول والخروج برضو، وده عشان يقيس ضغط المية في مسار الخروج والدخول. بعد كده بنحط الصمام، ده هو عبارة عن البالانسنج فالف او الدبل ريجوليتنج فالف، وده بيركب على خط الخروج بتاع التشيلر، ويعمل على ضبط كمية الجي بي ام اللي خارجة من التشيلر اللي عندي. بعد كده محبس بوابة جيت فالف او ايزوليتنج فالف، محبس القفل او العزل، وده بيستخدم في اعمال الصيانة، وبيركب على خط الدخول والخروج من التشيلر. هنا اهو هو نفسه موجود هنا كده. في الراجع اللي عندي مع او ده عبارة عن الجهاز ده عبارة عن فلو سويتش، بيستخدم في فصل التشيلر عند وجود سريان للمية في المواسير. بعد كده اخش على الجيت فالف، الشكل ده هو عبارة عن استرينر، والاسترينر ده عبارة عن مصفاة على خط الدخول بتاع التشيلر، بتستخدم في تنقية المية من الشوائب. بعد كده اخش على البريشر جيتش، وبعد كده الثرموميتر الفليكسبل كونكشن، وده عبارة عن الدرين فالف، ده عشان محبس تصفية، بيركب طبعا في خط الدخول بتاع التشيلر، وده بصفي المية عشان لو اعمل صيانة عندي في التشيلر اللي موجود. بعد كده ده برضو رسمة توضح الكلام اللي احنا قلنا عليه كل ده. بعد كده اير هاندلنج يونت هوك اب، برضو في على الخروج بنركب ده اسمه اير فينت، والاير فينت ده صمام تسريب الهواء عشان لو في هواء عندي في الوحدة يبدأ يتسرب ويخرج بره المكان اللي عندي. بعد كده ادخل على الفليكس او الكونكشن، ثيرموميتر زي ما احنا شرحناهم، بعد كده يدخل على البريشر جيج، بعد كده يدخل على البالانسنج فالف، بعد كده بريشر جيج، وبعد كده جيت فالف، وهو راجع يخطو على جيت فالف، وبعد كده سترين مصفاة، بريشر جيج، ثرموميتر، فليكس اوف كونكشن، وإير فينت برضو، وده عبارة عن الدرين، ده خط الدرين اللي عندي اللي هيتم التصفية اللي عندي، وده برضو شكل يوضح الكلام اللي احنا كنا بنقوله. كده يعتبر المحاضرة دي خلصت، لسه فاضل كمان محاضرة في التشيلر. أشوفكم المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.